والله والنبي بجد، حزمة ميجا وحزمة ميجا نادرة. يا رب يا رب يا رب. ووك اوت او اعلام اي حاجة. اوكي شكرا رجعني، شكرا لك، رجعت لكم في جديد من حلقه جديده. والنهارده باذن الله شباب عندنا حلقه جديده من سلسله على الحديده في التيمت تيم فيفا 22، ورجعنا لكم يا شباب تاني بحلقه جديده وحلقه اسطوريه جدا جدا جدا. طلعنا لنا لاعبين جامدين جدا وخدنا الجوائز الرايفلز ولعبنا كمان مباريات رايفلز، ويعني حلقه دمار حلقه دمار. فبس ما تنساش تحط اللايك يا شباب، تشتركوا، عايزين نوصل الفيديو اكتر من 50 لايك يا شباب عشان يعني نرجع الدعم على السلسله دي او نحاول نبقى في دعم على السلسله دي. فبس استمتعوا بالفيديو. اوكي يا رجاله، دلوقتي باذن الله نستلم جوائز الديفيجن ومعانا اخويا سطر على الديسكورد. منور يا اسطى. اخويا اخويا حبيبي، اول مره يطلع معايا في القناه، وباذن الله مش هتبقى اخر مره، لسه في تحديات وشغل. ايوه يا حبيبي، ايوه انت هنطلع في مره كده بفيديو واديك على عينك فيه اكيد، وانت في الالتر انت معايا على طول يعني. ده اكيد. استنى عشان هنستلم جوائز الديفيجن دلوقتي، اخد اني واحده يا اسطى؟ تاني واحده. تاني واحده ما فيهاش البتاع، ما بيتباعش الباكج، ما بيتباعش، وفيها 12000. ما كل كده خلي بالك، عايز اقول لك كل كده. الاولى 7 ونص وفي باكج بيتباع، ممكن يطلع لي حاجه في الباكج بيتباع صح؟ لا اخر واحده 1600، ما ممكن شوف، بس هتبقى اقل خلي بالك. انا شايف ان اول واحده كويس، والخيره فيما اختاره ديفيجن 8. استنى استنى استنى، رايح دلوقتي، ما كنا هنلعب ضد بعضينا، رايح بقى دلوقتي. خلينا نشوف الجوائز نفتحها، ممكن شكله تعبان بس يلا بسم الله. خلينا اي انفورم، انا لو انفورم كويس يبقى 10000 كويكسل. لا باكج جولد، مين الماني؟ سي بي واحد جنت 84. حلو حلو 84. ياه طلع لي من امينو في الباكج، حسبي الله. الباكج تحت. اوكي تلس حلو، كامافينجا ولعبه سيلفر. انا بقول لك بيطلع لك لعبه ثانيه بعد ما تفتح. اه لا حلو حلو بس. تلس غالي نوعا ما ب 4. حلو 4000 جميل، 4000 كويس، هيتباع برضه يجيب فلوس. فباذن الله عبد الستار برضه يعمل معانا تحديات ثانيه بس مستقبلا كده، ونلعب ضد بعضينا وشغل عالي، بس في حلقه ثانيه. دي حلقه تبع على الحديده، ما لناش دعوه بيها. بص عشان أيوة أيوة هو طبعًا. بيخسر عشان كده مش راضي يبين لي يعني. ايوه بس. ايوه طبعا طبعا هنشوف حاجه خفيفه بس. هو مكسوف بقى له كتير. استنى في مكسوف ثاني بقى، صور معايا يابا. انت هتيجي يابا وهنلعب ضد بعضينا، ولا هتيجي ليه؟ ممكن نصور ضد بعضينا وايه تزعل جامد ساعتها. اوكي يا شباب، خلصنا تحدي الدوريات الهجينه وخلاص، جبت الاربع تشكيلات باذن الله. هنوريهم معاكم باذن الله تشكيله تشكيله، ونلم الجوائز بتاعتهم، لان انا متحمس جدا جدا. ده بيديك باكج تقريبا 55000، مش ده يعني كله، ده باكج حزمه لاعبين متنوعين استثنائيه. حلو حلو كله، مش هقول له لا، مش هقول كله لا، نفتحها على طول ولا نستنى؟ لا نستنى، نستنى شويه ونفتحهم كلهم مره واحده. يلا يا حبيبي التحدي الثاني على طول حليناه، يلا بينا. ارسل مراسيلك. حزمه لاعبين الكترون استثنائيه، الباكج ده بيديك ميجا باك، ده كويس جدا برده، والبره ميجا باك نادره. اه الارجنتيني، الارجنتيني ده برضو كلفني، الميجا باك ده كلفني جدا. فا اوكي اوكي، ابعت ابعت ابعت، يلا حلو حلو الكلام جدا. التشكيله البرازيليه دي برضو تعبتني عقبال ما عملتها، وغاليه جدا غاليه جدا. لوكاس مورا هضحي بيه. فا اوكي حزمه لاعبين نادرين، فالباكجات باذن الله كويسه ودوريات هجينه. باكج 55000 تقريبا، حزمه ميجا نادره، ففل الفل وانا مبسوط بصراحه. يلا 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 يلا، بسم الله بسم الله، يا رب الحظ يبقى حلو. طلع لنا جوريسكا تاني ولا حاجه. اوكي خلينا نفتح لاعبين متنوعين، خلينا نشوفها. لاعبين متنوعين استثنائيه، يا رب يبقوا فيهم حاجه. اوكي عاديه، الشمعه عاديه، الشمعه عاديه، فرنسي الام. اوكي ليمار نوت باد نوت باد، اه ليمار بس هو اللي موجود في البتاع. اوكي حزبه لاعبين الكتروم استثنائيه، يا رب باذن الله يطلع لنا حاجه كويسه. اوكي مفيش حاجه ولا حتى فلير. اوكي سي بي المدافع اللي اسمه ايه، التركي، تمام حلو. ديكوري كان عندنا كده كده في التشكيله، باذن الله كل دول هبيعهم. يا رب ووك اوت، مش ووك اوت، حلو اسباني كمان اسبس. اوكي مراته الفارو مراته، ماشي. طب انا تعبت في التحديات وصرفت جامد عليها، ايكاردي ماشي. اوكي والله والنبي بجد، حزمه ميجا وحزمه ميجا نادره. يا رب يا رب يا رب، ووك اوت او اعلام اي حاجه. اوكي سالم الجابر، مستحيل يا الله. باكجيرو باكجيرو، يا الله يا الله. كنت مفكره غالي لغايه لما صدمت. طب يا ستوب ستوب، ما علينا ما علينا يعني، عادي يا شباب خالص، عادي عادي عادي، المهم ان هو هيرو. في حاجه ولا ايه؟ تمام. امال مالك بتعيط لي؟ لا مين بيعيط؟ ما فيش، انا ما عيطتش. عيط لي؟ لا انا مش عيط خالص، ممكن منديل بس لو سمحت. تسلم ايدك يا جميل. حمست على الفاضي، لكن يعني هو باكج هيرو يعني. طبعا مع بنوتشي، مع الله بنوتشي
يا غالي مش عاله 7000. ليه لي لاعب هيرو سعودي سالم الجابر وبيقول عليه حلو يعني نوعا ما، لكن كده كده هباعي اخر باكج. يا رب هيرو تاني، يا رب هيرو تاني وحاجه حلوه. يلا يا باك فاجئيني فاجئيني. ايوه ووك اوت ووك اوت. سواريز سواريز يا الله 8 ووك اوت. حلو حلو 2 ووك اوت الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله. اي نعم سواريز يعني تمام تمام مش مع حد. لا لاروكس حلو حلو يجيب فلو يجيب ماشي والله حلو ده. سواريز اغلى من سواريز اغلى من سالم صدق. كويس والله والله حلو والله حلو 27000 تمام. ها مبسوط انا مبسوط. هو طلع لي هيرو حلو كويس تحمست وكل حاجه لغايه لما اتفاجئت بسعره. انا نشوف نعمل الباكج معينه ونجرب حظنا ليه لا في الباكج ده يعني. الحمد لله طلعنا باكج هيرو كويس اوكي ولا اي حاجه. يا ريتني ما دوست حد يعني. طلع لي ارخص هيرو ممكن يطلع لك تقريبا. نبيع كده بقى ايه ونظبط ونشوف الكوينز اللي معانا. ممكن نبيع اللعيبه اللي معانا كمان ونجيب تشكيله محترمه نوعا ما ب 1000 مثلا ولا حاجه. اتوقع ان اقدر اجيب 100000 او 70 80 في الحدود دي. فيعني مكسب برضه مكسب الحمد لله مكسب. اوكي يا شباب بنعمل تحدي خليط الدوري والجنسيه. التحدي ده بيديك 13000 كوين طقم جديد وفي اربع باكجات. هنا حزمه لاعبين متنوعين وهنا حزمه ميجا وهنا حزمه ميجا نادره. فيعني احنا ظبطنا كلهم الا ده الا ده. انا جبت اللاعبين لكن ناقصهم ولاء فلازم العب كتير اللاعبين. ما عنديش بس غير رافينيا والحارس هم دول اللي عندهم ولاء. وفاء مين اللي عندهم ولاء؟ فنتامل خير يطلع لنا لاعب من اللاعبين دول نبدله مكان ده عشان يبقى عنده ولاء ونعمله من غير ما العب 10 مباريات والشغل ده. يلا يا حبيبي ارسل اول تحدي على طول. اوكي الباكج ده يلا على طول ارسل على طول برده الباكج ده. يلا عايزين باكجات دمار النهارده باذن الله. اي عايزين سالم الجابر لسه ما اتباعش لغايه دلوقتي. لسه ما اتباعش سالم الجابر ويعني ربنا يستر لان الان هو بصراحه ما يتباعش. انا قلقان الان الان. اوكي باكج ميجا باكج ميجا بيجي لنا في حاجات كويسه. باكج ميجا بيجي لنا في حاجات كويسه. رب يطلع لنا حاجه عدله ويطلع لنا لاعب من اخر تحدي ده اهم حاجه. اوكي الماني جي كي. اوكي لينو كويس 83 ماشي. اوكي لينو 83 تمام حلو ده برضو غالي. كوندوجبيا تمام كله 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 كله. ارسل على طول للنادي. يلا الباكج اللي بعديه حزمه لاعبين متميزين ولا اي حاجه. او ترمبير حلو. ترمبير ترمبير باو توريس كويس. باو توريس انا مش فاكر كنت عايزه في التحدي باين تقريبا. انا كنت عايزه في التحدي باو توريس. يلا يلا باكج ميجا باكج ميجا. طلعت لنا سالم الجابر. ووك اوت ووك اوت حلو ووك اوت. سي بي سكرينيور سكرينيور كويس كويس. انا بشوف ووك اوت والله والله ووك اوت حلو والله. سرعته كويسه تصدق 80 سرعته 80. لحم فريز. لا 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 والله اللعب ده خارق يا شباب. والله صوتي رايح صوتي رايح يا الله. 38 لا كان اغلى من كده يا جدع كان اغلى من كده. سعره قل جدا لكن اللاعب ده اسطوري. اللاعب ده اسطوري حقيقي الناس كلها بتتكلم عنه ان هو جامد ب 38000. حلو حلو جدا حلو جدا حلو جدا الحمد لله. كرينار ب 16 او 15 14 في حدود دي كده. والله باكج كويس جدا. ايوه الميجا مظبطانا الميجا حقيقي مظبطانا. حتى كاير برده غالي حتى كاير غالي. حلو 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 جدا. ملك برده جالنا تاني. بطاقته اسطوريه بصراحه. نخليه ولا نبيعه؟ نخليه ولا نبيعه؟ ما انا عارف لكن لو بعناه هيبقى في فرق جامد قوي يعني هيظبط الفريق. انا شكلي هبيعه هو رخيص كده كده ممكن نبقى نشتريه بعدين. يا ابويا ودي يا ابويا ودي على طول. يلا ودي على طول. لكن الحظ الحظ اسطوري الحظ اسطوري الحظ. باكجات الميجا اسطوريه. خلينا نشوف بقى التحدي ده ايه وضعه وحكايته. اوكي يا شباب وبعد ما خلصنا وبعد عذاب طويل لعبنا 10 مباريات عشان نعمل الولاء حزمه الميجا النادره وباذن الله يعني زي ما شايفين كلهم بقى عندهم ولاء خلاص. فيلا بينا على طول يا شباب استاذ الالغاز ونبدا على طول وباذن الله يطلع لنا حاجه عدله في الباكج لان تعبت عليه جدا. بقى معانا 96000 فالحمد لله بعد ما بعنا اللاعب بتاعنا لعبنا كل بعنا كل اللاعبين او اغلب اللاعبين اللي عندنا. اوكي 13000 كوينز كمان زياده والطقم الجديد باذن الله برده ممكن نلعب بيه ممكن. ايوه ايوه يلا نفتح على طول. يا رب يطلع لنا لاعب عدل. يا رب ووك اوت تستاهل. لا مش ووك اوت. ميجا النادرة وحشة جدا. لا جوسنز ايه يا عم راحت فلوسك. خلصنا من التحدي وجبنا الحمد لله سعره. لا 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 اكيد مستحيل 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 يا الله.
يا رب ايه الحلاوه دي والله. بفتح باكج اسمه ايه مش عارف ده انتريدبل ولا ايه. بفتح باكج عادي من الباكج بتاعت الاوبجكتيف. ماشي لاعب ما بيبعش لاعب ما بيبعش. لو حابب اعمل تشكيله المانيه اكيد هيبقى موجود. يا الله يا الله. تحدي المنافسات الكبرى يا شباب انا خلاص تقريبا خلصت اغلبه. اغلبهم كانوا من لعيبه من عندي من النادي الحمد لله ما اشتريتش لعيبه كتير يعني فما كلفنيش جامد. ونستلم الجوائز يا شباب يلا باذن الله تبقى جوائز حلوه لاني يعني زي ما انتم شايفين 516 كوينز انا معيش فلوس خالص فلازم افوز. وبيديك ميجا باك تقريبا بل ميجا باك حظها حلو معانا. اوكي مش هطلع منهم حاجه انا متوقع. اوكي سي ام حلو ماشي دوري ايطالي بيتباع حلو حلو ممكن يبقى غالي ده. خير اهم باكجين دول اهم باكجين ريل جولد باك يا رب يطلع لنا حاجه كويسه. اوكي ووك اوت ووك اوت. اوكي سي ام سانشو ماشي حلو ووك اوت 87 انارات. اوكي درافت توكن عندنا درافت توكن فممكن الحلقه الجايه تبقى درافت يا رب حاجه عدله في الميجا باك. اوبلاك حلو حلو اوبلاك ووك اوت جامد حلو 91 والله اسطوره يا اوبلاك. اوبلاك حلو حلو الميجا باك حظها كويس. اوه 61000 والله 61000 غالي جدا 55 يعني حلو حلو اغلى من 50000 قول 50 يام حلو حلو عوضنا التحدي والله والله عوضنا التحدي. عاش عاش ومعالي مار كمان يعني رضا 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 الحمد لله عوضنا الباكج. اوكي يا شباب رجعنا لكم تاني يا رجاله بعد ما خلاص ظبطنا التشكيله وظبطنا كل حاجه زي ما انتم شايفين دي تشكيلتنا يا شباب. عندك جيمي فاردي لسه طالع لي حالا لعبت بيه بس مرتين لكن النت فصل عليا في الاثنين فيعني هنلعب من اول وجديد بقى. هنا عندنا راشفورد وهنا بوجبا لسه برده شاريه من قريب مش عارف هو مش عاجبني قوي بصراحه مش عارف ابيعه ولا اجيب واحد ولا اخليه ولا ايه مش عارف. اندومبلي برضو بيطلع وينزل مكان لورينتي. البدلاء زي ما قلت لكم لورينتي وديمبيلي وفيرنر بينزلوا على طول. انا خش لنا جيم في الرايفل اللي انا وصلت فيه لديفيجن 5 رانك 3 ويعني بحاول انا اوصل لرانك 4 لكن او رانك 2 عفوا لكن مش راضي الرانك 2 مش راضي يجي معايا. فيلا على طول يا شباب نخش نجرب معاكم كده. اوكي اول خصم معانا النهارده. اوكي تشكيلته المانيه بايرن ميونخ مش المانيه تشكيلته بايرن ميونخيه. يلا يا فاردي يا ولد يا فاردي على هربه. ايه يا فاردي ايوه سولي يا الله حلو. ديمبيلي والهربه معاك ديفيز ديمبيلي بن رحمه ايه يا الاولى بن رحمه يا ولد يا بن رحمه يا عالمي 1-0 على طول. يلا يا شباب انا بقول لكم بن رحمه عاجبني جدا خفيف وحلو وسريع احسن من بوجبا بصراحه يعني لو انا استغنى عن واحد استغنى عن بوجبا. حلوه يلا بن رحمه جميله. كومان كيمبمبي موجود بقول لك يا فاردي والله فاردي هرب. لا 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 يا فاردي حلوه والله حلوه. لا 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 غلطت جابها جول. يلا يا راشفورد يلا يا راشفورد يا عالمي عالمي والله يا راشفورد. جت فوق مكانه بتاعك ده بوجبا يا بوجبا سيء بوجبا سيء جدا. جدعان تتفرجوا عليه يا جدعان. اخيرا بوجبا قطع كوره. يلا يا بن رحمه يا عالمي يلا يا بن رحمه. راشفورد بن رحمه يا عالمي يا اسطوره يا بن رحمه هو اللاعب ده الاسطوري. لو بسعره كام 20000 حاجه 23000 باين. لا يا بن رحمه اخطاء عمال يجيب اهداف في اخطاء والله ولا يستحق التعادل حتى. بن رحمه لا خلصت فيك كل الكلام والله العظيم يا ابني والله العظيم انت جامد اطلع بوجو. والله ديمبيلي هي ديمبيلي هي عايزه بن رحمه. صفر طيب يا حكم صفر انت مصممه يعني مصممين يدخلوا جول عليا. والله فوز بالعافيه مش عارف ازاي
هات سوبر هاتريك لابن رحمه وبوجبا اللي هبيعه. بوجبا انت سعرك كام يا بوجبا؟ سعرك كام؟ خلينا نشوف سعره كام بوجبا. 28 26 نقول 25 نحطه ب 24 يا شباب. جميل يلا بوجبا اتكل على الله. اوكي ماشي خطه يعني تشكيله متواضعه. تشكيله متواضعه يا ابو نبيل مالكش حجه. انزل دورينتي مكان كامافينجا بس كده فل. يلا يلا غزل المحله كده. ده مصري ده مصري يعني. معلش بقى يا اسطى يا ولد يا بن رحمه يا عالمي. يلا يا فردي حرام عليك يا فردي. حلوه يا والله. جميله 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 جميله. فيرنر فيرنر في المتابعه. ماشي يلا اندومبلي اندومبلي كوندي. اوه راسيه عالميه من مكان تاني دي. يا ولد بن رحمه يا عالمي. حلو جدا يا بن رحمه. هو ده الكلام. يلا اندومبلي يا ولد اندومبلي. لا 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 اندومبلي فارق جدا عن بوجبا. فارق جدا يا شباب عن بوجبا. بن رحمه لا 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 هاتريك. اسمه ايه هاتريك ايه؟ 3 اهداف في اقل من 10 دقايق تقريبا. حلوه بصراحه حلو. يلا فردي ولا لا يا فردي. لا 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 بلح لا بس يلا ايه اندومبلي فردي ولا لا يا فردي. عالمي يا فردي انت عالمي. الساعة كام دلوقتي يا رشرش فردي فردي ولا هاتريك يا فردي. عاش. هي تاني فردي. ربع ايه ايه شوط اول جميل. عمار بخيت يا رب يكون بس تشوف الفيديو ولا حاجه. احنا بنلعب عادي والله ما قصدي حاجه. احنا بنلعب عادي فتمام. يلا الدور الجيم اللي بعديه. يلا شباب فاضل لنا جيم كمان على الرانك 2. يلا عايزين نجيبها. هو الجيم ده اللي هيوصلنا للرانك. يا الله على التشكيله. الواحد ربك هو الواحد. اتنين يا الحسن يا الحسين. تلاتة بالله العظيم ما جاينا تاني. اربعة صحبتنا حلوة مربعة. الخمسة عدد صابع الكف. الست شوف فتح مطر. السبع بعد الرجال بعد العز نام الارض. اعلنها سباعية من جديد. مباراتين ورا بعض 7 اهداف. مش حاربكم من حاجة. وجدا حلو جدا وصلت الرانك 2 وحبة تقريبا. يس رانك 2 شوية. بس يا رجالة كما اكون محمد نبيل في امان. اشكركم على خير.